تساقط شعر حق النساء. شوفي طبيعي الانسان في تساقط شعر ولكن مو بكميه كبيره، طبيعي الشعر خلاص تروح تنتهي الله يعطيه العافيه تطلع شعره ثانيه وثالثه ورابعه، طبعا تريليونات من الشعر اللي يتساقط واللي يطلع. حلو، الشعر شنو يبي؟ يبي حديد وبروتين، والحديد والبروتين لازم يكون عندك او عندك حمض معده قوي. يعني اذا كان ما كان عندك حمض معده قوي وما كان عندك الحديد والبروتين ما راح ينهضم. وبعدها الشعر قلنا شنو تبي عشان تنبني؟ تبي حديد وبروتين، هذا رقم واحد. راح يصير عندك تساقط شعر، ولكن اذا وصل عند فراغات يعني صار تساقط مع فراغات قمه راسك قاعد تبين، معناته شنو عندك؟ عندك تساقط، عندك نقص بالحديد والبروتين، وايضا عندك ارتفاع الاندروجين، هرمون الاندروجين. ليش؟ لان الاستروجين عندك مرتفع. اوكي ركزي معي الحين، عندنا نقص الحديد وارتفاع الاندروجين يسوي فراغات. وفي شيء بعد يصير معك، يزيد الطين بله بس ما يصير مع الريايل. شنو هو؟ الحين قلنا عندك نقص حديد وبروتين، هذا يطيح الشعر ما يخلي الشعر يطلع، عندك ارتفاع الاندروجين يسوي فراغات، زائد شنو؟ الدوره الشهريه اللي كل شهر. وليش شنو يعني الدوره الشهريه؟ كميه الدم قاعد تنزل، كميه الدم هذه شنو فيها؟ فيها حديد، يعني عندك ناقص الحديد بكل يعني بكل الاوقات قاعد ينقص الحديد منك. زين شلون نعزز؟ نضبط الهرمونات، انا حاط حلقه. زائد شنو؟ ركز على الاغذيه اللي فيها حديد وبروتين. زين يعني ركز عليها يرجع الشعر؟ لا، بس بشرط يكون عندك حمض معده قوي. ما عندك حمض معده قوي والله لو تاخذين حديد وبروتين ما راح ينفع معك. يا ناس ياخذون مكملات حديد يروحون الحمام يشوفون خروجهم لونه اسود، هذا ترى كل الحديد نزل، جسمك ما استفاد منه ولا شيء. نقوي حمض المعده قلت لكم خلط التفاح العضوي، كل شيء واضح، كل شيء مبين لكم. يمكن الحين واحده قاعد تشوف الفيديو هذا سمعت قالت اوكي نقص الحديد ونقص البروتين وقله حمض المعده وخربطت هرمونات، ولكن انا بظاري هرموناتي زينه الحمد لله ما اعاني منها من شيء وما يلي حارج ولا ارتجاع، والحديد زين والبروتين والبروتين زين، ولكن في شيء انت قاعد تسوينه رايح عن بالك. شنو هو؟ القلق والتوتر. يا جماعه اذا كنت بتشايا وايد يعني مع السلامه حق شعرك. زين ايش علاقه القلق والتوتر بالشعر؟ انا اقول لك لما الانسان يغلق ويتوتر يرتفع عنده الكورتيزول، الكورتيزول بس يرتفع ما يخلي حمض المعده يفرز. ها اوكي، يعني انا كنت متضايق او زعلان حمض معدتي ما يفرز، يعني اذا كليت حديد بروتين ما راح استفيد منه. صح، ما راح تستفيد منه. عرفنا؟ امانه ايش رايكم بستايلي؟ مغني مغني مو معالج.